المزيد ينضم الينا الاستاذ احمد مجدي، مسؤول الملف الاسباني في صحيفه اس النسخه العربيه. ارحب بك استاذ احمد. اهلا وسهلا بحضرتك وشكرا للاستضافه الكريمه. اهلا بك. بدايه، الى اي مدى ستؤثر دموع ميسي على القيمه التسويقيه لبرشلونه الاسباني؟ طبعا يعني ميسي هو الجزء الاكبر من القيمه التسويقيه لبرشلونه، وبشكل ادق هو الجزء الاكبر من عائدات برشلونه وعائدات الليجا، لانه هو القيمه المضافه اللي الليجا باعت بيها طيله السنوات الماضيه، بالذات بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري الاسباني. بيتبقى لاعبين في برشلونه قيمتهم التسويقيه بتتراوح من 50 ل 100 مليون يورو، ولكن فعليا على الطاوله، على طاوله الميركاتو، هي لعيبه غير مرغوب فيها، لعيبه رواتبها عاليه، ولكن ميسي كان هو العنصر الفارق في برشلونه بقيمه تسويقيه بحدود ال 100 مليون يورو. لكن برشلونه تاثر بشكل كبير رقميا من حيث القيمه التسويقيه باللي حصل خلال الايام الماضيه في ملف رحيل ليونيل ميسي، وبتتبقى بس قيم تسويقيه على عقود، ولكن للاعبين غير مرغوبين فيهم في الوقت الحالي، سواء من برشلونه او من بين انديه العالم المختلفه. البعض يتساءل، ألم يكن بوسع ميسي تقديم بعض التنازلات لأجل البقاء في كاتالونيا؟ هي التنازلات اللي كانت مطلوبة تنازلات غير واقعية، يعني هو الحل الوحيد ان كان ميسي يلعب بعقد ما فيهوش قيمة تقريبا، لانه احنا بنتكلم على ان سقف الرواتب تخطى 95% من المسموح بيه داخل الدوري الاسباني، وبالتالي كانت اي قيمة هتوضع في العقد كانت هتتخطى سقف الرواتب المسموح فيه من قبل الليجا. وهنا السؤال بيطرح حوالين جدوى الصفقات الكتير اللي جابها برشلونه، او الاربع خمس صفقات اللي جابها برشلونه بعقود، يعني الله اعلم في الوقت الحالي كان ممكن الاستغناء عنها في الوقت ده او لا، لكن اداره برشلونه كانت بتتعامل مع ملف ميسي بحرص، كانت واخده بالها من الملف ده، ولكن ما كانتش واخده بالها تقريبا من كل ابعاده، سواء فيما يتعلق بانها كان لازم تمشي لعيبه من ذوي الرواتب الاعلى زي جريزمان وزي عثمان ديمبلي وزي فيليب كوتينيو قبل ما يقعدوا مع ميسي على الترابيزه، لان ده كان هيطرح سؤال هو ميسي هياخد كام؟ السؤال ده ما كانتش اداره برشلونه مستعده ليه في الوقت اللي كان ميسي بيجدد، والنتيجه انه ده اللي حصل. الحل الوحيد كان ان ميسي يلعب فور فري لمده غير معلومه، وده مش منطقي ومش واقعي، فاي مطالبه كانت ان ميسي يلعب ببلاش ما اعتقدش ان هي كانت، يعني ما اعتقدش اللي بيقولها حتى مصدقها. فالخطا الاكبر هو خطا اداره برشلونه السابقه بجوزيف ماريا بارتوميو، اللي استخدم استخدامات يعني غير محسوبه برواتب غير محسوبه، وفي نفس الوقت جزء من الخطا بيقع على اداره برشلونه الحاليه بقياده جوان لابورتا. نعم. واللي كانت اولويته في الميركاتو طبعا مع التجديد لميسي انه يستقدم صفقات جديده عملت مشكلة في سقف الرواتب وضعفت المشكلة وصعبت من مسألة التوقيع مع ميسي. شكرا جزيلا الأستاذ أحمد مجدي، مسؤول الملف الإسباني في صحيفة آس النسخة العربية، كنت معي هاتفيا.